احنا طبعا برنامجنا هقول فكرته كده بسرعه. انا لما طلبوا مني المسؤولين في قناه النادي الاهلي ان انا اقدم برنامج في قناه النادي الاهلي فقالوا لي احنا اخترنا لك الاسم. قلت لهم اسم ايه؟ لسه ما اتكلمناش. قال لي لا اخترنا الاسم واسم المجري. قلت لهم وانا طبعا مش هقدر اتكلم، ده انتوا اخترتوا الاسم خلاص يبقى خليه اسم المجري. البرنامج بتاعنا هيبقى كل يوم سبت ان شاء الله الساعه 11. برنامج فكرته لذيذه جدا وظريفه جدا، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. فبعض الاجيال الجديده اللي هي طبعا ما شافتناش واحنا بنلعب، انما ممكن يشوفوا على اليوتيوب بعض الماتشات او بعض الاهداف. انما كلمه المجري ديت انا ليها معزه عندي بطريقه، لان دي علمت معايا جامد قوي في كل مشواري الكروي. كلمه المجري دي اطلق عليا نقدنا الرياضي شيخ النقاد الله يرحمه الكابتن نجيب المستكاوي. كنا في سفريه بنلعب مع في الدوري، كنت لسه طالع صغير سني بتاع 16 سنه تقريبا يعني، وسافرت مع الدرجه الاولى بنلعب مع نادي الاولمبي اسكندريه قبل ما ينزل الدرجه الثانيه، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقهم ويطلعوا، ان كان في نجوم كتيره جدا نادي الاولمبي. فاخر 10 دقائق النادي الاهلي كان مغلوب 1-0. معلش هطول عليكم شويه. النادي الاهلي كان مغلوب 1-0 وانا قاعد احتياطي بره، بقول لك 16 سنه لسه في وسط عمالقه كبيره. فلقيت كابتن محمد عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه يقول لي قوم يلا اعمل سخن عشان تنزل 10 دقائق. طب 10 دقائق هنزل اعمل 13 دقيقه بالظبط. يعني انا فاكر الجمله دي لما بصيت له فضل قد ايه؟ قال لي 13 دقيقه. فقال لي قوم سخن. قمت سخنت وبتاع والكلام ده، نزلت الملعب. اول 5 دقائق بجري، كرة تروح يمين أروح يمين، وكرة تروح شمال أروح شمال، أجري لقدام أجري لقدام بدون ما ألمس أي كرة. بس أنا كنت قاعد بره وأنا قاعد مركز. أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان بقول للعيبة اللي بتقعد احتياطي بره على البنج، ما مش مجرد إنك قاعد كده وخلاص، لا أنت لازم تبقى قاعد مركز إن أنت ممكن تكسب فريقتك. فالمهم أنا نزلت زي ما حكيت لكم أول 4-5 دقايق بجري مع كرة شمال ويمين ومش عارف حاجة، وأول كرة جات لي قمت جاري سبقت الديفنس بتاع الاولمبي، كان الكابتن بوري اللي بيلعب عليا ساعتها، قمت جاري وعاملها بالعرض. محمود عبد الحي ربنا يديله الصحه والعافيه نجمنا كان بيلعب، وهو اللي سجل هدف اولاني. واخر 3 دقائق من الماتش الكوره اتلعبت لي ثرو باس من نص الملعب مين؟ مشير عثمان. انا فاكر اللحظه دي زي ما انا بكلم حضراتكم كده، اتلعبت لي ثرو باس طويله فجريت وجبت الجول الثاني في اخر بالظبط دقيقه ونص بعد ما طبعا الجول ده الماتش انتهى كسبنا 2-1. انا كل ده بقول المسميات ليه اتسميت المجري. فزمان كان القطر بتاع مصر اسكندريه كانوا جايبين قطر جديد اسمه المجري من المجر، فمسمينه المجري. فانا عشان كان عندي سرعه الحمد لله ففي الماتش ده نزلت، فالسرعه فرقت كتير قوي مع فرقتي وضد فرقه الاولمبي اسكندريه. فانا فرحان لسه لعيب صغير طالع في وسط نجوم كبيره قوي، وراكب القطر بقى راجعين في مصر راجعين للقاهره بقى، يعني انا واحد عاوز اقول للناس كلها انا اللي عملت الجول الاولاني وانا اللي جبت الجول الثاني، فمش عارف اعمل ايه. فالمهم قمت عشان خاطر ادور على اي حاجه بتاع اكل في القطر، فقالوا في العربيه بتاعت السيرفيس اللي هي قدام، فقلت اتمشى فيها كده يمكن لعل وعسى يمكن حد يشوفني يقول لك مش انت اللي جبت الجولين ده. طبعا ما حدش كان عارف لسه الشكل ولا الكلام ده كله. فالمهم دخلت على العربيه لقيت العربيه دي فيها عمالقه الصحافه الرياضيه المصريه، كابتن عبد المجيد نعمان رحمه الله عليه، كابتن نجيب المستكاوي، كابتن ناصف سليم، كابتن عباس لبيب، وقيس على كده بقى كل نجوم الصحافه قاعدين بعد راجعين بعد الماتش راجعين في القطر، وانا بدور على اي حاجه جعان عاوز اكل واقول للناس انا اللي كسبت النادي الاهلي. فرحت شاب 16 سنه وفي بيلعب فين؟ بيلعب في اكبر مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط النادي الاهلي. فالمهم لقيت الكابتن نجيب المستكاوي رحمه الله عليه بيقول لي تعالى مش انت ما كملش كده؟ قلت له ايوه انا فعلا انا اللي عملت الجول وانا اللي جبت الجول الثاني. قال لي طب انت بتدور؟ قلت له عاوز اكل. قال لي طب اقعد. طلب لي ساندوتش وقال لي وجاب لي شاي، بقول له شاي؟ قال لي لا تشرب حاجه ساقعه، مفيش حاجه تشرب عصير. فجاب لي العصير وجاب لي الساندوتش وكلته وبتاع الكلام ده كله، وقعدت معاهم نسيت ان انا مع فرقه النادي الاهلي. انا قاعد مع ما كنتش احلم
ان انا اقعد في وسط نجوم الصحافه الرياضيه المصريه في زمن اللي احنا كنا فيه ساعتها في السبعينات. والكلام ده كان سنه 72 71 72 او 72 73 يعني، دي اللي انا يعني عمال اجيبها شمال يمين وعمال افتكر يعني. فالمهم قعدنا نتكلم معاهم وبتاع ونسيت ان انا مع الفرقه لحد ما لقيت القطر اللي هو المجري ده، عشان هم سموه المجري لسرعته لانه كان لسه جاي جديد من المجر. كلت الساندوتش وشربت العصير بتاعي وقعدت ارغي وبتاع والكلام ده كله. فبيقول لي انت اسمك ايه؟ وتقول له اسمي مصطفى احمد عبده. فقال لي لا انت مصطفى عبده خلاص. هي الكلمه اللي قالها وهي دي اللي فضلت معلقه في اذهان جماهير الكره المصريه لحد هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم. مجرد ما قعدنا اتكلم بتاع قالوا لي كان بقى في مايك في العربيه بتاعه القطر يقول لك ايه، احنا وصلنا بنها، احنا وصلنا مش عارف ايه، احنا وصلنا اليوب، احنا وصلنا داخلين على محطه مصر. فببص كده في الورق قدامي لقيت الكابتن نجيب المستكاوي حاطط الاسامي وفي نفس الوقت حاطط دايره كده فوق كل لاعب وبحاطط درجات، انما مش حاطط مسميات. كان حاطط للكابتن حسن حمدي وزير الدفاع، كان عامل دايره للخطيب الكوبر، حاطط للعيبه معينه كل واحد كان بياخد اسم كده. فمجرد بقول له يا كابتن نجيب ده احنا وصلنا خلاص، المجري وصل خلاص محطه مصر. قال لي قلت ايه؟ قلت له المجري وصل محطه مصر، مش ده بيقولوا عليه المجري القطري؟ قال لي بس شاكرين. وقام كاتب في الدايره ديت المجري. المجري دي بقى سلاح ذو حدين، لما بلقى كويس يقول لك المجري يكسر الدنيا، لما ببقى ها يقول لك ده مصطفى عبده النهارده قشاش. قشاش ده القطر اللي هو بيمشي بقى بتاع البضاعه ده اللي بيمشي من مصر اسكندريه ممكن في 10 ساعات. فكان انا بالنسبه لي خدتها حافز ليا، المجري لازم يبقى طول عمره مجري. انا ليه قلت القصه ديت؟ انا قلت القصه دي لاني مش عيب للعيبه الكبيره ان تقعد احتياطي بره، المفروض انت تقعد احتياطي بره ومركز مع فرقتك. انا بقول الكلام ده حتى للناشئين، ركز مع فرقتك، انت اي وقت تنزل فيه ممكن تكسب وبتشوفه. هدف بيخش في الدقيقه 8 والدقيقه 9 من الوقت بدل الضايع. فلازم اللعيب يبقى قاعد مركز ان شاء الرحمن في الماتشات بتاعته اللي جايه. انا بقول لكل لعيبه مصر، مش لعيبه النادي الاهلي بس، لكل اللعيبه. عشان كده اطلق عليا اسم المجري من الكابتن نجيب المسكاوي رحمه الله عليه، واستمريت بيه في الملاعب لحد هذه اللحظه اللي انا قاعد بتكلم فيها مع حضراتكم.